الخزعلي يقول إن التظاهرات التي شهدتها بغداد وعدد من العواصم في طريقها إلى النهاية، والحكيم يطالب المجتمع الدولي بمساعدة العراق. F-16 العراقية توقع خسائر كبيرة بين صفوف عناصر داعش، والإيزيديون يتحركون دوليا لمقاضاة التنظيم. أكثر من 1000 قتيل وجريح بتدافع مكة، وأطراف دولية تحمل السعودية المسؤولية عن الحادث. أول أيام العيد بشوارع فارغة في بغداد وعدد من المحافظات، والمواطنون يلومون الوضع الأمني والاقتصادي. عيداً سعيداً وعمراً مديداً، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والمسرات. هنيئاً لحجاج بيت الله الحرام. إلى حضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأخبار. البداية مع زميلي أسامة. كل عام وأنت بألف خير أسامة. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بألف خير متابعينا في كل مكان. أهلاً بكم إلى هذه الساعة الأخبارية من المدى. عد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن التظاهرات التي يشهدها العراق منذ أسابيع وصلت إلى مرحلة الاحتضار والنهاية. الخزعلي عزى ذلك إلى عدم وجود قيادة محددة وأهداف واضحة للتظاهرات، فضلا عن عدم تعامل الحكومة معها بشكل صحيح، مضيفا أن التظاهرات ليست قادرة بعد الآن على إجراء تغيير لكون الأطراف السياسية المعنية بالأمر استطاعت أن تمتص الضربة الأولى وأن تتصدى لها بحسب تعبيره. دعا رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم إيران وتركيا والسعودية ومصر إلى عقد لقاء يدعم العراق ماديا وسياسيا في حربه ضد داعش. الحكيم وخلال خطبة العيد أشار إلى أن العراق أصبح مدخلا لصراعات المنطقة ومحطة للأزمات، مؤكدا أن الصراعات في المنطقة وصلت إلى أعلى درجاتها التصعيدية، وأن الحل الأساس لكل مشاكل المنطقة هو بالاتفاق بين القوى الإقليمية الفاعلة لتصفية الملفات الشائكة والمتداخلة من خلال الحوار. كشف مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو إعداد أكثر من 10 قوانين للتصويت عليها بعد عطلة العيد. أوغلو قال إن الأيام التي ستعقب العيد ستشهد تقريبا في وجهة النظر بخصوص تشريع القوانين التي تعطلت في مجلس النواب لسنين طويلة، ومنها المحكمة الاتحادية والخدمة المدنية والتقاعد الموحد، مؤكدا وجود ضغط كبير من قبل الشارع وبعض السياسيين الذين يعملون على تشريع القوانين بعيدا عن نفس المحاصصة التي أخرت إقرار تلك القوانين. من جهتها أعلنت اللجنة المالية النيابية أنها ستعمل على تقليل قيمة الموازنة الاتحادية من 113 تريليونا إلى 105 تريليونات كحد أعلى. عضو اللجنة حسام العقابي لفت في تصريح صحفي له إلى أن اللجنة ستنسق مع الوزارات ورئيس الوزراء لتخفيض الموازنة من خلال الاعتماد على التشغيلية واختصار الاستثمارية، مضيفا أن موازنة 2016 قيمت على أساس تصدير 3,600,000 برميل يوميا، وهذا ما لم يتحقق حتى اللحظة. أعلن رئيس برلمان كردستان يوسف محمد تأجيل مناقشة رئاسة الإقليم لإتاحة الفرصة أمام الأطراف السياسية للحوار والوصول إلى التوافق وإنهاء القضية بأسرع وقت. محمد قال في بيان له إن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الإقليم تحمل الحكومة مسؤولية كبيرة بأن تقوم فورا عن طريق برنامج للإصلاح الشامل السعي لحل هذه الأزمات، مبينا أن البرلمان سيستمر في عملية الإصلاح التي سار بها خطواته. وإلى الديوانية، حيث أكد محافظها المقال عمار المدني أنه لن يقدم طعنا على قرارات مجلس المحافظة بإقالته، مشيرا إلى أن التمسك بالمنصب لا فائدة منه. بالتمسك لا نتيجة، أعرف بأنه الأشياء الآن هي أشياء معتمدة أو اعتمد فيها
أشياء خارجة عن الشيء المتوقع أو الطموح المتوقع الطموح الطموح أبناء المحافظة، وبالتالي فلن أطعن بهذا الموضوع، وإذا كانت القضية تسير بهذا الاتجاه فلتسير. من جهته أكد رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري أن المجلس قرر قبول استقالة المحافظ عمار المدني، لافتا إلى أن التصويت تم بالأغلبية. قررنا قبول هذه الاستقالة، وأيضا عرضت في جلسة يوم الاثنين على السادة أعضاء مجلس المحافظة وصوت على قبول هذه الاستقالة بالأغلبية المطلقة، مع العلم أنه الاستقالة تعتبر مقبولة من يوم تقديمها، من أخذها للوارد من إدارة مجلس المحافظة، ولا تحتاج قبول من رئيس المجلس أو مجلس المحافظة. مع ذلك احنا قبلناها وقررنا قبولها، وأيضا مجلس المحافظة صادق وأيد قبول الاستقالة. قال عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي أن المرحلة الأولى من الخطة الأمنية التي وضعت لتحرير الرمادي من تنظيم داعش قد أنجزت، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ في وقت قريب لم يكشف عنه. الخطة العسكرية الموضوعة من قبل قيادة العمليات المشتركة أنجزت لحد الآن مرحلتين من هذه الخطوة بنجاح كبير، وتحقيق جميع الأهداف المرسومة لها لقطعتنا العسكرية في هذه الخطة. والآن قطعات العسكرية تستعد للمرحلة الثالثة من هذه الخطة، والتي ستكون إن شاء الله مرحلة اقتحام وتحرير مدينة الرمادي وضواحي مدينة الرمادي، بعد أن حققت نجاحات كبيرة قطعات العسكرية بتطهير كافة القرى والمناطق القريبة من مدينة الرمادي. قتل 9 من عناصر داعش بهجوم شنه التنظيم من 3 محاور على قضاء الخلدية شرقي الرمادي. عيال عايد المحمدي قائد مقاتلي عشائر القضاء أوضح أن نقاط الهجوم توزعت على المضيق وجزيرة الخلدية ومنطقة البشاب، مبينا أن الهجوم استخدم فيه جميع أنواع الأسلحة والصواريخ، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من منازل المدنيين دون وقوع ضحايا بشرية. أعلنت الشرطة الاتحادية مقتل 10 من مسلحي داعش، بينهم قيادي في التنظيم بعملية أمنية شرق الأنبار. قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت قال أن العملية النوعية والتي نفذت شرق الرمادي تمت بمشاركة كافة صنوف الأسلحة، موضحا أن من بين القتلى القيادي في التنظيم المدعو عمر الحديثي وأربعة آخرين عرب الجنسية. أعلنت العمليات المشتركة مقتل العشرات من عناصر داعش بقصف لطائرات F-16 العراقية على مواقع للتنظيم في الموصل. بيان للقيادة أكد أن القصف أسفر أيضا عن تدمير مصانع للعبوات الناسفة ومعامل لتفخيخ العجلات، مؤكدة أن القصف تم استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبتعاون من أهالي المناطق التي يسيطر عليها داعش. كما حذرت القيادة وفق بيانها الأهالي من التواجد بالقرب من تجمعات التنظيم حفاظا على سلامتهم. قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة وحلفائها شنوا 20 ضربة جوية في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش منذ يوم أمس الأربعاء. بيان للجيش أوضح أن 4 ضربات جوية في سوريا استهدفت وحدات تكتيكية ومدفعية ومركبات قرب الحسكة والرقة ومارع، مضيفا أن طائرات التحالف تمكنت أيضا من تنفيذ 16 ضربة استهدفت خلالها مواقع أسلحة رشاشة ومبان قتالية لداعش قرب كركوك والرمادي وسنجار. طالبت جماعات يزيدية المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الأيزيديين في شمال العراق، واعتبارها جرائم إبادة جماعية.
يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك ضد أعمال داعش الإرهابية التي ارتكبها ضد الأيزيديين في شمال العراق، ليبين أن هذه الأعمال تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية. لقد قدمنا وثائق إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح التحقيق في جرائم الإبادة التي تعرض لها الأيزيديون، وقدمنا أدلة تثبت أن الجريمة قد ارتكبت من تنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك أظهرنا أدلة تؤكد أن مرتكبي هذه الجرائم هم أكثر من 2000 عنصر من غير العراقيين، بالإضافة إلى عناصر التنظيم المحليين. نطالب المجتمع الدولي أن يظهر الدعم للأيزيديين. لقد اتصلنا بوزراء خارجية الكثير من الدول وقدموا لنا الدعم، لكنه دعم ليس كافيا ونحتاج للمزيد. مع أنها أصدرت قبل فترة بشكل تجريبي لعدد من المواطنين، لكن إعادة النظر بمنح البطاقة الوطنية الموحدة أمر غير مستبعد لدى وزارة الداخلية، خصوصا مع عزم مجلس النواب على إقرار قانون البطاقة الموحدة قريبا، الأمر الذي قد يتضارب مع تعليمات الوزارة. في حادثة أخرى، بموسم حج شهد الكثير من التطورات، حيث سقط أكثر من 700 حاج صباح أول أيام عيد الأضحى بسبب تدافع حدث أثناء توجه نحو 1 مليون حاج إلى منى لرمي الجمرات، أي الشعيرة الأخيرة من طقوس الحج. المزيد في هذا التقرير. كأن القدر لم يشأ أن تختتم أيام الحج، إحدى أقدس شعائر المسلمين، بدون أن يكتمل معها مسلسل الفواجع التي شهدتها مدينة مكة خلال الأيام العشرة الماضية. أكثر من 700 قتيل ومئات من الجرحى سقطوا إثر تدافع للحجاج قرب منى. الجثث مكدسة في كل مكان تقريبا قرب الحرم، والحجاج الذين كان يفترض أن يعودوا إلى أهلهم بالاحتفال بإكمالهم الشعيرة التي تؤدى مرة في العمر، سيعودون بأجواء حزينة للغاية. موسم الحج لهذا العام كان داميا بشكل غير مسبوق، ربما منذ دخول القرامطة إلى الحرم قبل مئات السنين وقتلهم للكثير من الحجاج. قبل هذه الحادثة بأيام، افتتح الحجاج شعائرهم بسقوط رافعة تابعة لشركة بن لادن وسط الحرم على بعد أمتار من الكعبة، متسببة بمقتل وجرح أكثر من 400 من الحجاج. بعدها انهار جزء من جبل على سطح أحد المباني متسببا بإصابة شخصين، ثم اندلع بعدها حريق ضخم في أحد الفنادق أجبر مئات الحجاج على الجلاء من المكان. وآخرها كان قبل يومين، حينما تعطلت أبواب قطار السعي بين الصفا والمروة، مما أدى إلى حدوث حالات إعياء واختناق وإصابات بين أكثر من 200 حاج. يلوم الكثيرون السعودية على عدم بذلها الجهد الكافي لتنظيم شعيرة رمي الجمرات التي يفترض أن يؤديها الحجاج في أول أيام العيد، ويتدافعون جميعهم لإكمال الشعيرة في هذا اليوم، بينما يقول آخرون أن السعودية أنجزت مجسرات وطرقا لتنظيم المرور حين أداء هذه الشعيرة، لكن أعداد الحجاج الكبيرة تعيق أي محاولة للتنظيم، مسببة تكرار الحوادث في هذا المكان، مثل ما حصل قبل 5 أعوام حينما قتل 364 حاجا بسبب التدافع في مثل هذا اليوم. تباينت آراء المواطنين تجاه غياب التفاعل مع أيام عيد الأضحى، ففي الوقت الذي وجد البعض هجرة الشباب أحد تلك الأسباب، اعتبر آخرون أن عدم الاستقرار الأمني كان عاملا رئيسيا وراء ضعف الحركة في الشارع البغدادي. هسه أنا فرق يعني أحسن، يعني العام أحسن من السنة بهواي. لا يعني العام راحت انه هواي شباب، اللي هاجر هاجر، اللي راح بانفجار، اللي راح باستشهاد يعني استشهد بالمقاومات. زين عوائل اللي هضمت هواي، اغلبيتها هسه تلقاها بالنجف ما متواجده هنا. زين فالفرق هواي، يعني العام احسن من السنه هاي صراحه. نسبه قلت يعني بما يمر البلد من هجره وغيره، فيعني شوي يعني قليل، بس هو يعني شو ما تقول اول يوم عيد فقليل يزايد العدد مع مرور الايام. طبعا ذاك العيد اكثر، لان هذا عيد موته وناس تروح النجف لزياره النجف.
وناس هم تجي للهجرة وناس تجي هم تتونس هنا شباب ونساء يعني يجون احتياطي. والله يعني الوضع الأمني شوية مو زين وجت هاي مال كوليرا هم عوائل نازحة كثير تعرف الوضع يعني. أبدى عدد من المواطنين الوافدين إلى المحطات الترفيهية ارتياحهم للإجراءات الأمنية والخدمية التي اتخذتها الجهات المعنية والخاصة بأيام عيد الأضحى المبارك، مشيرين إلى أن تلك الإجراءات ضمنت انسيابية كاملة لحركة العائلات. بابل جيت لبغداد زرت الإمام الكامل، يعني جاي نشوف تسهيلات وأمور كل زينة، نشوف الأجهزة الأمنية مستعدة واقفة يعني التفتيش والحركة العجلات بصورة طبيعية إن شاء الله. والله الحمد لله زين إن شاء الله، وضع الأمنية زين ماكو شيء وأمان إن شاء الله، كل العراقيين وهاي الفرحة وهاي السعادة إن شاء الله. لا عادي ما شاء الله كل زينة والطرق كل زينة ومأمنة، يعني من بيتنا لحدينا لا شفنا صعوبة ولا هاي، والطرق مأمنة وكل زينة والله، يعني أحسن من البداية وأحسن من الأول وده نشوف تغيير هواية. اعتادت العائلات في كردستان زيارة مقابر قتلى قوات البيشمركة الذين سقطوا في المعارك ضد مسلحي تنظيم داعش. مواطنون اعتبروا هذه الزيارات واحدة من الطقوس التي يحرص عليها ذوو ضحايا القوات الأمنية في إقليم كردستان. إنه تقليد قديم تورثناه من أسلافنا، لقد جئنا اليوم إلى هنا في اليوم الأول من عيد الأضحى لقراءة آيات قرآنية، كما أننا نأتي لنهنئ شهداءنا بهذه المناسبة. بين ثنايا القبور تمضي الكثير من العوائل في محافظة ديالى أيام العيد بتذكر أحبة فارقوا الحياة، فيما دفعت قلة الأماكن الترفيهية الأطفال إلى البحث عن بهجة الحياة وسط شواهد الموت. محمد خير الله والتفاصيل. أطفال وجدوا فرحتهم بين ثنايا القبور ليمضوا أيام عيدهم بين أطلالها، مستمتعين بألعاب بسيطة بدائية يدوية قادهم إليها أهلهم كجزء من التقليد الشعبي ولقلة الأماكن الترفيهية في المحافظة. جبت أطفال هنا لعبهم، ماكو مكان بس هاي هنا مقبرة هي مسويها منتزه والعاب يلعبون الاطفال بها، ماكو بديل، هو بس هذا البكان احنا نجي بيه، تشوف التربان وشوف صار بينا نصب عليه هسه. احنا نجيبهم للترفيه وحتى يحسون بالعيد وحتى يرتاحون، يجون هنا ينفون عن نفسهم يلعبون يتونسون، لان قلت لك يعني بغير مكان ما عندنا مكان شيء بديل نوديهم اليه، فاحنا متعودين هنا نجيبهم. لفيف من الأهالي ناشدوا الحكومتين المركزية والمحلية إلى إنشاء أماكن ترفيهية ومتنزهات وحدائق عامة وتفعيل دور الاستثمار في مثل هذه المشاريع ليتسنى للعوائل أن يقضوا أوقاتهم بالشكل اللائق. احنا نريد من الحكومة المحلية والمركزية توفر لنا منتجعات سياحية، متنزهات سياحية للأطفال للشباب، ليش العالم تجي للمقابر؟ مو صحيح؟ وخير وبركة الأمان موجود الحمد لله والشكر. فنطالبهم اي والاستثمار زين عيني، ونطالبهم يوفرون متنزهات سياحيه للشباب وللاطفال. من ايام زمان تعودنا على هذه التقاليد، لانه لا يوجد سوى نتوجه الى المقبره، لان لا توجد متنزهات في دياله كلها عامه، يعني نفتقر الى المتنزهات والاماكن العامه، يعني اللي نرجو من عندكم يعني من المسؤولين اقامه يعني متنزه، اقامه حدائق عامه للقضاء أوقات العيد. أن تكون قلة الأماكن الترفيهية سببا يدفع هؤلاء الأطفال إلى البحث عن بهجة الحياة وسط شواهد الموت فهو أمر يثير الضحك، وشر البلية ما يضحك. لقناة المدى الفضائية محمد خير الله ديالى. ومن ألعاب المقابر إلى الألعاب النارية، ففي ظل غياب دور الجهات المسؤولة أخذت الألعاب النارية والأسلحة البلاستيكية تحتل مساحات واسعة من حياة الأطفال، ما يشكل تهديدا كبيرا لسلامتهم بعد تسجيل اصابات وعاهات مستديمه. تقرير بها زهير. ظاهره العنف باتت من اكثر ثقافات الاطفال انتشارا في وسط، حيث الالعاب الناريه ولعب الاسلحه البلاستيكيه التي ادت الى الكثير من المشاكل بين الاطفال الذين تعرضوا الى اصابات وعاهات مستديمه،
لتصبح تجارة رائجة. متابعون للشؤون الاجتماعية انتقدوا صمت الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني واكتفاءها بدور المراقب دون أن تحرك ساكنا في الحد من تلك الظاهرة الخطيرة. يجب أن تكون هناك حلول ومعالجات بأن يتم منع هذه الألعاب التي تؤثر على نفسية الطفل وعلى مستقبل الطفل. المجتمع المدني هنا يكون له دور أنه توعية وتثقيف للأهالي، وأيضا أنه يطرح أفكار وبدائل أنه ممكن نعطيه علب ألوان أو مجرد ألعاب يعني بها فكرية منها المكعبات وغيرها، حتى إحنا نغير الأفكار. إحنا نريد نبني جيل مسالم، جيل حضاري، جيل مثقف. معنيون بالشأن التربوي رأوا بذلك مؤشرا طبيعيا لثقافة المجتمع الذي عاشوا فيه، مطالبين الحكومة بقرار يقضي بتغريم من يستورد تلك الألعاب أو يعمد إلى تصنيعها، فيما أكدت اللجنة الأمنية والاقتصادية في مجلس وسط على محاسبة التجار وسن قانون يمنع بيعها وشراءها. المشكلة الأساسية هي غياب الدور الرقابي وغياب دور الأسرة بالدرجة الأساس، لأنه هذا الموضوع أعتقد أنه مرتبط بثقافة الأسرة. لذلك نهيب بأخواننا التجار، نهيب بأبناء المحافظة من ترويج هكذا بضاعة. كان هناك إعاز إلى اللجنة الاقتصادية والرقابة الاقتصادية في المحافظة ولجان الصحة لمتابعة هذا الموضوع والأجهزة الأمنية لمتابعة هذا الموضوع ومحاسبة المقصرين ومحاسبة المتجاوزين وخاصة من التجار. على الرغم من الحملات التي قادتها بعض منظمات المجتمع المدني، إلا أن انتشار تجارة لعب الأسلحة المستوردة من الخارج أصبح بشكل ملفت للنظر، ومطالبات باستبدالها بأشياء نافعة كعلب الأصباغ ودفاتر الرسم. بهاء الزهير، قناة المدى، وسط. تشهد الأسواق في أطراف محافظة نينوى مع حلول عيد الأضحى ارتفاعا كبيرا في أسعار الملابس والمواد الأخرى، الأمر الذي يثقل كاهل العوائل الفقيرة والنازحة. مناف الشمالي والمزيد من التفاصيل. تزامن مع حلول عيد الأضحى تشهد الأسواق في أطراف محافظة نينوى هذه الأيام ارتفاعا كبيرا في أسعار الملابس والمواد الأخرى، الأمر الذي يثقل كاهل العوائل الفقيرة والنازحة. ومع ذلك فلم تمنع ارتفاع الأسعار المواطنين من التبضع استعدادا للعيد. نعم، هناك إقبال جيد من قبل منطقة الخابات، من قبل العوائل الموصولية وأهل خابات البلدات، إقبال جيد نعم. ولكن في ارتفاع الأسعار البضائع هناك طرق مسدودة كانت عندنا في أيام العيد، حسبة 10 إلى 12 يوم طرق إلى العراق كانت مسدودة. ارتفاع الأسعار، نعم ارتفعت الأسعار لأن قلت البضائع في الموسم. اليوم يوم عرفة وينتظرون العيد والناس في الأسواق يتسوقون يشترون بكل حرية وبكل راحة وأمان، الحياة طبيعية جيدة والأسعار مناسبة نوعا ما. استقبال المواطنين لعيد الأضحى في أطراف الموصل ربما يختلف عن باقي المحافظات الأخرى، حيث تشهد حركة الأسواق ركودا كبيرا بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية وحالة النزوح وتأخر رواتب الموظفين، كما انعكس بشكل كبير على قدرة المتبضعين على شراء المستلزمات الأساسية للعيد. تجار والأسعار، الأسعار والتجار، ما هي كذا شغلة ثانوية، لأن أصلا رواتب ماكو، من ماكو رواتب طبعا المواطن يحس أنه أكو غلاء بالمعيشة، لأن أصلا ماكو رواتب، إن الدولة حالة تقشف. والله العيد هو صحيح يعني عيد يعني، بس الشغلة يعني وشغل ماكو، ضعيف يعني فرد مرة، والعيد يعني بس واحد ما يقدر يشتري كل شيء يشتري من العيد، يعني إيش ما تروح تشتري كله غالي العيد. ملابس غالي والإيجارات يعني فرد مرة غالية، الإيجار 500. قبل ما يجي العيد احنا بشهر احنا نقوم نتهيأ، وبالموسم كانت تفرق عن هنا كثير يعني، احنا كانت معيشتنا كلها من يجي العيد مصرفنا كله فقط للملابس وللشرزات وللكليتشة وللكل شيء، هاي مظاهر العيد. هنا اختفت مظاهر العيد، احنا ما عندنا اي مظهر من مظاهر العيد، احنا هنا جايين مجرد قاعدين نضحك على العالم وفقط، لا اكثر ولا اقل. مظاهر العيد في أطراف نينوى لم تبدو واضحة على وجوه أهالي المحافظة وفي الشوارع والأسواق،
فالاستعدادات هذا العام تأتي وسط أوضاع مأساوية ونزوح وارتفاع في الأسعار. مناف الشمالي، قناة المدى. على الرغم من قلة المراكز المختصة بتعليم الموسيقى في محافظة ميسان، إلا أن حب الموسيقى والرغبة في تعلم العزف من قبل بعض الشباب دفعهم إلى تأسيس رابطة تعنى بهذا المجال من أجل صقل مواهبهم. متحدين جميع الظروف، التفاصيل مع أحمد كريم. يقولون أن الموسيقى هي غذاء الروح وهي لون من ألوان التعبير الإنساني، فعالم الموسيقى عالم غني ومتعدد الأبعاد. أحمد واحد من مجموعة من الشباب الذين استهوتهم الآلات الموسيقية، وكان يحلم بأن يدخل إلى عالمها وأن تلامس أنامله آلة الأورج وأوتار العود، حتى تحقق له ما أراد في هذا المكان الذي يتبع إلى منتدى الثقافة والفنون في ميسان. أول بداياتي كنا يعني مجموعة من الشباب، كوننا يعني هوايتنا أن نعزف يعني آلات موسيقية. سألنا من هنا لما قام يعني منتدى الثقافة والفنون وما شنو، اجينا به تكوننا يعني مجموعة المرة قليلة، نوبة طورنا نفسنا، صار يعني من 10 إلى 11 يعني شاب. المهم تعلمنا أنا الآلات الموسيقى وساعدنا رابط يعني جاي نسوي بيها. ويقول أحمد أن نظرة المجتمع الجنوبي السلبية لعازف الموسيقى بحكم العادات والتقاليد تشكل أبرز التحديات التي تواجههم، خصوصا المحافظة الجنوبية. يعني أكو شباب يعني مميتة أن تتعلم العود، بس شوية يعني جو الأمارة تدري به شوية، يعني العادات والتقاليد ما يرضى. يعني أنا معانيت من هاي الشغلة، بس ردت أصير وصرت. ويتلقى الشباب دروسا نظرية وعملية في العزف على الآلات الموسيقية، وهذا الشاب كونه أحسر لم يمنعه ذلك من العزف على آلة العود بعد تحويل الأوتار، متمنيا من الشباب أن يواجهوا جميع التحديات لتطوير مهاراتهم. باليمنى ما أقدر، وحولت الأوتار قلبتن إلى يسرى، وكنت يعني منيتي الوحيدة أعزف آلة العود. فالموسيقى يعني غذاء الروح، والموسيقى حلوة، أتمنى كل الشباب يعني يعزفون هاي الموسيقى، والحمد لله اجينا هنا وعزفنا آلة العود. ويؤكد القائمون على منتدى الثقافة والفنون في ميسان انهم يسعون الى استقطاب الطاقات الواعدة من الشباب في مجال الفن والموسيقى لصقل مواهبهم وتأهيلهم للاشتراك في مختلف الفعاليات. ميسان الحضارة والادب والفن ولها امتداد عريق وكبير في هذا المجال، لذلك ارتأى منتدانا من تشكيل رابطة سميت برابطة الموسيقى والإنشاد لاستقطاب هؤلاء الشباب. ويتمنى الشباب هنا بالوصول إلى ما وصل إليه عمالقة الموسيقى في العراق، وما أجمل أن تحلم وبالجهد والصبر والتحدي تحقق ما تصبو إليه. أحمد كريم، المدى، ميسان. أعلنت شركة غاز بروم الروسية الذراع النفطية لشركة غاز بروم الحكومية لإنتاج الغاز ارتفاع الإنتاج في حقل بدرة بمحافظة واسط إلى 45 ألف برميل يوميا. بيان للشركة أشار إلى أن الزيادة في هذا الحقل والذي يقدر مخزونه النفطي ب 109 ملايين برميل جاءت بعد تشغيل البئر الخامس والذي تم حفره مؤخرا، مضيفا أن الإنتاج ازداد من 35 ألف برميل إلى 45 ألف برميل يوميا. الآن إلى الأخبار الرياضية. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير. نشرة أخبار الرياضة من المدى، أهلا بكم. أكد الناطق الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة أحمد الموسوي تسمية رئيس اتحاد الكرة العراقي السابق حسين سعيد منسقا للوزارة مع إقليم كردستان. وقال الموسوي إن سعيد سيباشر بمهمته عند إكمال الإجراءات الإدارية ووصول صحة صدور الشهادة الدراسية عقب موافقة وزير الشباب والرياضة على إعادة تعيينه.
قدم نخبة من الرياضيين والإعلاميين والإداريين أخلص التهاني وأسكى التبريكات إلى الأمة الإسلامية والعراقيين جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين الموفقية والنجاح للجميع وأن يعم الأمن والأمان على العراقي والعراقيين. بمناسبة العيد السعيد، أتمنى من الله العلي القدير أن يمن بالراحة والطمأنينة لهذا الشعب وينصر قواتنا وحشدنا في هاي الفترة الصعبة علينا، وأتمنى من الله أن يكون الشعب العراقي دائما بأفراح ومسرة دائما. كل العام كل العراق والشعب العراقي بخير وبركة إن شاء الله، اللهم يعيد على الشعب العراقي برد وسلام، ترفع هاي الغمة عن شعبنا العراقي ويعيش بأمن وأمان، أتمنى كل خير للجميع إن شاء الله. تقدم بخالص تحياتي وتمنياتي بالحياة السعيدة والرغيدة للشعب العراقي الكريم، وأسأل الله أن يعيد علينا هذا العيد والعراق قد أصبح بأحسن حال، اللهم آمين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أتمنى إلى الشعب العراقي الموفقية والازدهار إن شاء الله، ويعم الأمن والأمان في بلدنا. خالص التهنئة والتبريك أتوجه بها إلى عموم الشعب العراقي لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتمنى أن يجعله الباري عز وجل عيدا سعيدا تكثر فيه يعني المناسبات السعيدة والأفراح، وأن يعني تبتعد وتنزوي مشاهد الحزن عن العراقيين. أتمنى أن يكون عيدا وفاتحة ليوم آخر يعيش. أعرب أهل الشأن الرياضي عن تفاؤلهم بقدرة المنتخب العراقي لكرة القدم على المنافسة بقوة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأسي العالم وأمم أوروبا للثقة الكبيرة التي يتسلح بها نجوم المنتخب، مؤكدين في نفس الوقت ضرورة عدم التهاون أمام منتخبات المجموعة. التفاصيل في تقرير محمد الخفاجي. رياح وطمأنينة تسود الوسط الرياضي أزاء مهمة منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة، سيما بتواجد ملاك فني يملك من الخبرة الشيء الكثير، ويسعى لوضع عصارة هذه السنين لخدمة المنتخب وتحقيق حلم العراق بالوصول إلى مونديال روسيا. الفريق بدأ برتم جديد أو أسلوب جديد، كابتن يحيى يعني استحدثها بالمنتخب، اعتقد انه يراد له فتره لتاقلم عليه الفريق. الفرص اللي موجوده للمنتخب اعتقدها سانحه وموجوده بتضافر المدرب واللاعبين والاتحاد، اعتقد ان الفريق قادر ان يصعد للمرحله الثانيه ان شاء الله. طي صفحه الماضي وغض النظر عن بعض المشكلات التي رافقت اسود الرافدين خلال مباراتهم الاخيره امام المنتخب التايلندي اصبح ضروره، بالوقت الذي دعت وزاره الشباب والرياضه إلى عفو يشمل جميع الرياضيين المعاقبين. يجب أن ننسى ما حصل مع فريق التايلند، ممكن في كرة القدم يصير إخفاق، لا زالت التصفيات سهلة، بإمكان الكادر التدريبي أن يعبر هذه المرحلة. حقيقة ما لاحظناه إحنا كمتابعين، هناك نقد شديد جدا على بعض اللاعبين أو تهول مشاكل صغيرة تصبح كبيرة. يجب أن تتكاتف حقيقة جهود أو تتضافر للخروج من هذه المحنة، يعني بعد العفو الذي حصل من قبل وزير الشباب يجب أن نبدأ صفحة جديدة ويتم استدعاء جميع اللاعبين والوصول إلى التشكيلة النهائية وإعطاء المدرب مساحة أكثر للعمل. حقيقة هناك ضغوطات كبيرة على المدرب كابتن يحيى علوان، أنا باعتقادي وكادر التدريبي قادر على أن يعبر المرحلة المقبلة. المباراة القادمة لمنتخبنا الوطني ستكون أمام المنتخب الفيتنامي، ومراقبون للشأن الكروي وصفوها بالصعبة في حال عدم تمكن الملاك الفني من حلحلة أزمة اللاعبين وتنظيم الأمور الإدارية. حظوظ أسود الرافدين قائمة في تصدر مجموعته والتأهل بالتصفيات المزدوجة سواء إلى أمم آسيا أو إلى كأس العالم. المباراة القادمة أمام فيتنام ستكون مباراة صعبة، إذا لم يستطع الجهاز الفني المنتخب الوطني أن يحل المشاكل السابقة التي وقع بها من مشاكل اللاعبين إلى تنظيم الأمور الإدارية. التأهل عن التصفيات الأولية ليس هو المبتغى من منتخبنا الوطني، فالجميع يطالب أسود الرافدين بمواصلة المشوار وعدم التخلي عن صولجان الإبداع حتى يتحقق الحلم المنشود. من بغداد محمد الخفاجي، المدى.
من جانب آخر، قرر الملاك التدريبي للمنتخب الأولمبي لكرة القدم استدعاء 4 لاعبين محترفين في القارة الأوروبية لتدعيم صفوف المنتخب الذي يستعد للمشاركة بنهائيات آسيا التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة مطلع العام المقبل. إذ وجه مدرب المنتخب الأولمبي عبد الغني شهادة دعوة للاعبين أريان مصطفى وريبين أسعد وأمير نصير المحترفين في الدوري السويدي، فضلا عن اللاعب شيركو كريم المحترف في صفوف جراس هوبرز السويسري. ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم جرت 5 مواجهات هذا اليوم، إذ تمكن فريق الزوراء من الفوز على ضيفه السماوة بهدفين لهدف سجل للفريق الفائز على عبد الزهرة وعدي جفال، فيما سجل للخاسر عامر فزاع. وحقق فريق الطلبة فوزا جيدا على نفط ميسان بهدفين نظيفين حمل توقيع محمد عبد الزهرة وعبد القادر طارق. أما نتائج المباريات الأخرى فقد أسفرت عن فوز كبير لفريق النفط على منافسه دهوك برباعية نظيفة، وتعادل الكهرباء مع منافسه نفط الوسط بدون أهداف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة نفط الجنوب مع منافسه الكرخ. فيما تقام عصر يوم الجمعة 5 مباريات في إطار منافسات المجموعة الثانية، إذ يلتقي فريق القوة الجوية متصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط منافسه الصناعة، فيما يستضيف فريق الميناء على ملعبه منافسه أمانة بغداد، ويشد فريق كربلاء الرحالة صوب أربيل لملاقاة فريقها في لقاء صعب، وسيلاعب فريق الشرطة منافسه النجف فيما يقابل فريق الحدود في ملعب أمانة بغداد منافسه زاخو. من جهة أخرى، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تغيير موعد مباراة فريقي الميناء وضيفه أمانة بغداد ضمن الأسبوع الثالث للمجموعة الثانية للدوري الممتاز إلى 6:00 مساء بدلا من 3:30 عصرا على ملعب المدينة الرياضية، فيما قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة نقل مباراة الشرطة وضيفه النجف إلى ملعب النفط بدلا من ملعب الكرخ. أكد مدرب فريق الشرطة الكروي حكيم شاكر قضاءه على المشاكل الكثيرة والعراقيل التي واجهت عمله عقب البداية غير الجيدة في الدوري الممتاز، وقال شاكر إن بعض المحسوبين على الرياضة حاولوا وضع العصا في عجلة الفريق وطالبوا اللاعبين بعدم المشاركة في المباريات مقابل إعطائهم مبالغ مادية كبيرة، والهدف هو إبعاد حكيم شاكر عن النادي، وأضاف أن طموحه ينصب على عبور المجموعة والتأهل إلى الدور المقبل بغض النظر عن الأداء. قال المهاجم فريق القوة الجوية لكرة القدم علي صراح أن العقوبة التي فرضها عليه اتحاد الكرة بإبعاده عن المنتخب كانت مجحفة جدا وتركت أثرا نفسيا كبيرا في داخله، سيما وأنه لم يرتكب خطأ، وكانت مغادرة بعثة المنتخب بموافقة الجهازين الفني والإداري. وأكد صلاح جاهزيته لخدمة المنتخب الوطني متى ما تمت دعوته إليه فهو شرف لكل لاعب، وأضاف أن مستواي في الدوري الممتاز هو سبيلي لارتداء القميص الدولي مرة أخرى. أخيرا، التقشف المالي الذي ضرب أطناب الرياضة العراقية أثر سلبا على مشاركات كثير من الاتحادات الرياضية، وقد يمنعها من المشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية، واتحاد الكيكو شينكاي أحد هذه الاتحادات على الرغم من تتويج لاعبيه أبطالا للعالم في البطولة الأخيرة. هشام علي والتفاصيل. رياضة قتالية أبدع فيها العراق سيما في الأعوام الأخيرة، إذ يعد هو بطل العالم في البطولة الماضية التي أقيمت في تايلاند بتحقيقه 6 ميدالية ذهب و4 فضية و3 برونزية. إنها لعبة الكيكوشينغاي التي يعاني القائمون عليها اليوم من مشاكل عدة، أبرزها عدم توفر قاعات خاصة لتدريباتهم. الكيكوشينغاي حاز على بطولة العالم لسنة 2015 في تايلاند،
احرز يعني مراكز متقدمه جدا. سنه 2014 حزنا على المركب الثاني، المرتبه الثانيه في بطوله ارمينيا، وايضا يعتبر مركز متقدم جدا يعني نتيجه الى 47 دوله عالميه شاركت في هذا المجال. قاعه متواضعه ويا دوب نمشي امرنا بها، انه حتى الشراكات من الوعي ودصير عندنا شفتات، شفت صباح وشفت مسائي، يا دوب نطلع بس الايجار يعني مال القاعه. وعلى الرغم من الاستحقاق الذي ينتظرهم في شهر تشرين الثاني القادم، اذ ستقام في روسيا بطوله العالم بهذه اللعبه، إلا أن المنتخب العراقي قد لا يشارك فيها بسبب الأزمة المالية التي ضربت أطناب الرياضة العراقية بشكل عام والكيكوشينكاي بشكل خاص. الاستحقاق القادم من الاتحاد العراقي الكيكوشينكاي بطولة عالم اللي رأسها تقام في روسيا، اتحادنا توقف عن النشاط، فأي بطولات خارجية وداخلية توقفت، سواء أنه بالآونة الأخيرة سمحوا فقط للنشاطات الداخلية اللي هي بطولة المتقدمين الشباب الناشئين سمحوا بها، فقط بس انه النشاطات الخارجيه البطوله الخارجيه اعتذروا عنها، واحتمال كبير جدا ان ما راح نشارك بها ونعتذر من عندها بسبب يعني ما راح يعطونا التمويل منها لهذه البطوله. ربما لا تتمتع هذه الرياضه بشعبيه كبيره في العراق، الا ان النتائج الايجابيه التي تحققت على ايدي لاعبيها هي كفيله بان يكون الشارع الرياضي فخورا بها، متمنين لهما الاستمرار في تحقيق النتائج والخلاص من هذه المعوقات. هشام علي، قناة المدى، بغداد. أخبار الرياضة انتهت، شكرا لحسن المتابعة. هذه عودة إلى الزملاء في استوديو الأخبار، لكن بعد الفاصل. ومن أخبار رياضة إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، قبل الختام نذكر بأبرز العناوين. الخزعلي يقول إن التظاهرات التي شهدتها بغداد وعدد من العواصم في طريقها إلى النهاية، والحكيم يطالب المجتمع الدولي بمساعدة العراق. الF-16 العراقية توقع خسائر كبيرة بين صفوف عناصر داعش، والإيزيديون يتحركون دوليا لمقاضاة التنظيم. أكثر من 1000 قتيل وجريح بتدافع مكة، وأطراف دولية تحمل السعودية المسؤولية عن الحادث. أول أيام العيد بشوارع فارغة في بغداد وعدد من المحافظات، والمواطنون يلومون الوضع الأمني والاقتصادي. قدمنا لكم نشرة إخبارية مفصلة من المدى، شكرا لكرم المتابعة، على اللقاء.